ما بين الاحتجاجات والدعم المادي والمعنوي، يواصل الأردنيون التعبير بقوة عن تضامنهم مع قطاع غزة والضفة الغربية في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من حرب صهيونية شعواء خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين والمعتقلين. ومنذ الأيام الأولى للعدوان الصهيوني على غزة، دخلت مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لتل أبيب ضمن أدوات الأردنيين في التعبير عن وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين. الأردنيون ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي دعوا إلى حملات مقاطعة شاملة لمنتجات الاحتلال أو منتجات الدول الداعمة له من أجل الضغط لوقف العدوان. وتعد مدينة إربد شمالي الأردن إحدى المدن التي برزت فيها مظاهر المقاطعة، إذ أكد الكثير من سكانها أن استمرار المقاطعة هو نصرة لغزة من جهة ودعم للمنتج المحلي من جهة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أقل إشي إحنا بنعمله كقطاع تجاري من أجل غزة ومن أجل المقاطعة. سأنا ستلاحظ بشكل كبير، فالزبون يوم يجيني قاعد دغري مباشرة بدي مثلا يطلب صنف، بيقول لي انه انا بدي الاشي المقاطع، ما بدي الصنف الاساسي اللي كان الاصلي. المنتج الامريكي، البريطاني، الالماني، هذه كلها مقاطعه تقريبا 100%. قاعدين بدوروا على المنتج المحلي، هذه هجمه شرسه على قطاعنا، على ابنائنا، قطاع غزه. هذه قطاع غزه يمثل الامه العربيه. فكره المقاطعه لاقت رواجاً وتفاعلاً واسعاً بين الأوساط الشعبية في الأردن، ووصلت إلى منابر المساجد، حيث دعا العديد من الخطباء إلى مواصلة المقاطعة بشكل دائم ودعم المنتجات الوطنية حتى بعد انتهاء العدوان على غزة.